الكريم وتشوفوا تجمعوا هيك مين اللي الله بيحبهم بيوصفهم بصفات، في صفات بيوصفهم الله مين اللي بيحبهم. فسوف يأتي الله بقوم، وأنا شايفة على فكرة في الأجيال الجديدة هاي كلها صح، والناس درجات، بس الأجيال الجديدة شيء واضح إنه متغير. وين زمان وين اليوم الناس، وين زمان كان لك في ملاحدة شو هو بتنتهي، هي تنتهي من منافقين وملحدين ومرتدين، ما هي بقول لك مش ممكن دائما، بس دائما بتعوض بما هو أفضل. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، شوف هذه من أهم الصفات. إذا هو مع المؤمن رحيم، رؤوف رحيم، حتى لو كان في حتى لو كان هو أعلى، هو إيش أذلة على المؤمنين. وقلنا في فرق عند بعض الناس الذل، ذل وذل، إذا ذل فيه رقة وفيه سهولة وفيه ليونة وفيه رحمة، والذل مقابل العز، وعرفنا شو العز مش هيك. اذا الذل من تحت في خضوع وانقهار ومذلة للي فوق يعني، والعزة هيك. بس العزيز على فكرة، العزيز صوروا لما بذل، واخفض لهما جناحة الذل، شو الدافع من الرحمة. أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه من أهم صفاتهم على فكرة. مع الكافر عزيز بفكرته بسلوكه شعوره معنوياته كله عزيز. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله.